حرف جديد. عين. عين عين عين. مين من الممثلين اللي أدوا دور المذيع بتحب؟ هاني رمزي أو أشرف عبد الباقي؟ مين أقرب لك؟ اتنيناتهم بعقده وبتحبهم طبعا أنت الاثنين كتير، جمال يعني. بس مثلا بتحب برامج هاني أكتر ولا برامج أشرف أكتر؟ هما الاثنين هايلين بصراحة، الاثنين كويسين. بتحب ترجع تقدم؟ أقدم؟ الإعداد بطل دبلوماسية يا لا. أمير. لا ممكن أعمل برنامج عادي، ما لسه الحريم أسرار ده كان قريب أوكي، يعني، السنة اللي فاتت بس يعني. انه بيستهويك ولا شيء؟ يعني بتقول يا الله جاي على بالي، ولا هلا لا داخل بتمثيل يعني كثير؟ عايز اقول لك اليومين اللي انا فيهم دول ما اعرفش، حسيت اني نفسي اعمل برنامج مش عارف ليه. اوكي يا سلام، يلا بينا. وبتحس هتعمل شيء بدون الاطار اللي كنت عم تعمله؟ يعني انت عملت مسابقات وعملته كثير حلو، وعملت حوار وعملته كثير حلو. بس زي ما بقول لك برضو الواحد كل ما بيكبر كل ما بيتغير شخصيته وكل ما غير شكله، فلقيت شكلي اكتر دلوقتي مع البرامج حوارية الحواريه طبعا. يعني. من بعد الخزنه والحريم اسرار حسيت انه خلاص هو ده شكلي، انت فاهمه؟ فهمت لكن عليك. مسابقات وبتاع مش هعرف اعمل ده دلوقتي وما يعني. بقاش في فلوس عشان تديها لحد، فانسى ولا ركز في الحوار. تاخديها يعني، ولا تاخدي فلوس يعني.